لما تواصل معي الأخوة اتصلوا علي في البيت، طبعا الأخوة في إدارة قناة الكاس الرياضية، أنت منير بوكر نعم، إحنا نبغاك تجي عندنا عشان تعلق في قنوات الكاس. طبعا هذا طموحي من 2013 ولا 14، يعني من بدايتي أن أوصل إلى قناة رياضية وليس فضائية، لأن الفضائية وصلنا إليها هي حضرموت والسعيدة، لكن هذه رياضية. هذا الأمر اللي كنت طبعا أتمنى أن أوصل إليه، لكن في تلك اللحظة لما اتصلوا علي كان خوف مع رغبة، خوف مع بداية تحقيق حلم. خفت يعني أنا بروح الآن إلى قناة يعني مشهورة، قناة الكاس الرياضية، كيف بسوي وكيف الناس منتظرة مني شيء؟ فكنت سعيد وفي نفس الوقت أيضا قلق بعض الشيء، ممكن ما أقدر لهذه المسؤولية لأنها مسؤولية كبيرة جدا، ملايين البشر تتابعك في التعليق على مبارياتك، ولكنها تريد أن تمر حتى نهاية المشوار وتعبر من أمام الديوك الفرنسية التي تواجدت في نهائي كأس العالم في النسخة الماضية. أكيد طبعا أي واحد حب عمل وعنده هواية وعنده موهبة أكيد يفكر في مع قادم الأيام أنه يطور هذه الموهبة، وكان طبعا حلمي من البداية أن أكون في قناة رياضية كمعلق رسمي.